سطو مسلح، خبر أصبح سماعه وقراءته على المواقع الإخبارية وشاشات التلفاز أمر اعتيادي، وذلك بعد أن تكرر عدة مرات في العاصمة عمان، فكان الأمر في البداية بمثابة فاجعة وحادث غير معتاد في مجتمعنا، إلا أنه أصبح أمرا مألوفا على الرغم من أنه يعتبر من أخطر الجرائم التي قد تقع في المجتمع. أما السبب في تكرار هذا الأمر بات غير واضح. ما فيش عقوبة قاسية بالشكل الصحيح، لأنه في عقوبة قاسية ما تأدب أول واحد وثاني واحد وثالث واحد، الجميع بتأدبوا بيعرفوا، بعدين في بعض المرات بكون في واسطات كبيرة بطلعوهم من السجن، بروح بكفلوهم بطلعوهم من السجن. أول شيء البطالة، ثاني شيء عدم التربية البيتية، ثالث شيء عدم وجود عقوبة رادعة. العقوبة الرادعة بحق السارق هي قطع اليد، بينما الحكومة بتقطع يد واحد بسرق بتعلم، الكل بتعلم مش بس واحد. ما في شغل، في بطالة، شباب بتخرج من الجامعات ما بلاقي شغل، رواتب ما في، وغصبا عنها الناس بدها يعني بتلجأ للأسلوب هذا. اللي ما عنده دين بده يوصل آخر إيش للمرحلة هاي. لو في شغل شو ما كان وفي مخافة ربنا عند الناس، ما بتوصل الناس للمرحلة هاي إنه يعني يسرقوا. السرقة معروف، يعني الإنسان اللي بيصلي وبيعبد ربنا بيعرف إنه السرقة حرام. صورة ضبابية تحيط بهذه الظاهرة وينتشر بين البنوك كالنار في الهشيم. هل هو ضعف الحماية الأمنية فيها، أم حلم الوصول إلى الثراء السريع، أم أنه الفقر بين الناس؟ والسؤال الأبرز، هل ستضع الجهات المعنية حدا لذلك أم لا؟ من الفقر عمي، ومن قلة الشغل، ما في شغل في البلد، والناس يعني جعان كثير وما بعرف يسوي. يعني انا اللي زي، انا صار اكثر من 6 شهور قاعد لا شغل ولا عمل. السطو المسلح ما بيجي من فراغ. اذا بدنا نرجع للبدايه، كل اغلب المشاكل اللي بتحصل كلها مشاكل اقتصاديه. وثاني شيء، اول شيء البعد عن الدين. احنا لو رجعنا للدين ما بصير الحكي هذا، والعداله ما معدومه. لما يكون ما في عدالة وما في دين بده يصير أكثر من سطو وأكثر من اختلاس وكل شيء بصير. مسلسل بجزئه الثاني يتابعه الأردنيون بحلقاته الجديدة من عمليات السطو المسلح على البنوك، بدأت أحداثها بداية العام الحالي. فهل ينتهي هذا المسلسل أم سيتبعه أجزاء أخرى؟ من العاصمة الأردنية عمان، أسامة بليبلي، الحقيقة الدولية.